حميد. سي حميد على سلامتك. ساليتي كلشي بخير؟ صحة لاباس بخير؟ عمر خدامة؟ خير خدامة. شحال باقي لكم هنايا تقريبا السي حميد؟ اخي نص نهار هذا ان شاء الله. نص نهار بزاف بارك الله فيك. بغيت تدخلني انا وحامد في تيفي. انت راك داخل دابا، انت داخل ها هو داخل ها هو عبد الرزاق. هو السي حميد ها البوانتور دابا راه وقت الاستراحة ديالهم غيمشيو ياكلوا ويشربوا ويتغداوا الله يسر لهم الامور. انايا ودا السي عبد الرزاق. السي عبد الرزاق شاب من الشباب المغاربة بوانتور وتيخدم جوكير وغادي تشوفوه معنا في واحد المجموعة ديال الأشغال إن شاء الله. الشريف الوزاني، الشريف الوزاني كيسوق لينا. شوف أش كنقول لكم دير الملكة، شو أش كدير؟ لا تهابوا الأغياس ولا تهابوا الغيس ولا تهابوا الوحلة ولا تهابوا هذا قالت لهم نص نار. الخدمة اللي كتشوفوا فيها قالت لهم نص نار. الشريف الوزاني نهار كبير هذا، مرحبا الشريف الوزاني. ما تنساوش الدعم ديالنا الله يرحم الوالدين. الشريف الوزاني، الشريف الوزاني دابا راه وقت الغدا ديالهم، راه سكت باش يمشيو يتغداو. الشريف الوزاني من عنده واحد لاباراي راه اخترعها ديال حفر الابار، واللي خاصو شي حاجه في هادشي ديال حفر الابار ولا شي حاجه الشريف الوزاني. خاص بالتنقيب تحديد نقاط حفر الابار التقليديه والارتوازيه، والقناه ديالي على اليوتيوب الاسم ديالها الشريف الوزاني. كنلوح النتائج والطريقه ديال البحث، والحمد لله توصلت انني اخترت واحد الجهاز، جهاز الرادار الاستشعاري الخاص بتحديد نقاط الحفر ان شاء الله. تحيه للجميع وكنشكركم والله يوفق الجميع. شكرا الشريف الوزاني. الشريف الوزاني من قناة ديال حفر الآبار، راه قال لكم القناة ديالها، راه اختار واحد الجهاز، واحد الجهاز اللي كيحدد النقط ديال 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 النقط ديال النقط ديال الماء. راه عنده اللي داك الشيء مصورينهم قادينو وعارفين الامور ديالهم. تبارك الله على الشباب المغاربه. هاد السيد خاصو الاحتضان، الا كاينه شي شركه ولا شي حاجه اللي بغى يتعاون مع هاد السيد في داك الاختراع ديالو، راه دار ليه التيست ديالو وخدام فعال 100%. الشريف الوزاني هو تبارك الله ما شاء الله كيسوق التخصص ديالو، هذا لي بول ديزير جرافات دي 6 دي 9 دي مجموعه ديالهم كلهم كيسوقهم تبارك الله ما شاء الله. هو دابا وقت الغدا ديالهم غيمشيو يتغداو والله يسر لهم الامور. جيت مع الصباح هنا كان عندنا الفريق ديال الوكاله وكانوا الناس ديال الولايه وكانوا كانت المراه المغربيه حاضره معنا، كانت معنا ساره وكان معنا بدر وكانوا ليكيب ديال لي زانجينيور ديال الان جي او والناس ديال الولايه، وكان معنا المكتب ديال ال بي 2 او. ال بي 2 او خدا لينا العينات ديال التربه وديال الزد اي وديال هذاك كاع هادشي اللي خدموا به هنا. جداهم خونا وحبيبنا اديب، وكان هنايا معنا خونا وحبيبنا، كلهم كانوا حاضرين معنا. اذن تحيه للناس اللي كتخدم واي واحد تيخدم. نبشركم اخواني اخواتي في خفيف ظريف اللي كنت درت لكم على ان القناه كبرت تبارك الله ما شاء الله، وراني دخلت معايا ثلاثة ديال الناس خدامين معايا، جوج ديال البنات اديستونس ومعنا واحد الدري تا هو في التصميم. غادي نحاولوا نخدموا ونشوفوا النتيجة، وديك الساعات ان شاء الله مع البداية ديال الموسم الجديد بقى لينا والو باش نديكلاريو لينا شركة باش نخدموا معنا الناس وغنكبروا البروجي ان شاء الله. خوتي عبابي صحابي هادي سيتي ناب، ها هو شفتو الماء، بان لكم الماء، اجيو 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 تشوفو الماء، بان لكم ها هو. هادي هي بدون تعليق كنديرها. و شكرا للاخ اللي صيفط لينا الماتريال من فرنسا، صيفط لينا واحد المايك بروفيسيونيل غنخدمو في 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 سميتو غنخدمو ان شاء الله الرحمن الرحيم في الاستوديو. غيكون عندنا واحد الاستوديو داكشي مجهز مزيان، شفتو الناب كي دايره. وغادي يكون عندنا ان شاء الله
غيكون عندنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذاك الماء كنخدموه في الاستوديو بحول الله ورعايته. المهم غيكون الجديد ان شاء الله ان شاء الله، وغادي نضمريو الشركه ان شاء الله 2022 الى بقينا في الحياه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد الحيط راه ريبو حير الدنيا كلها، حيدوها وطوى الدنيا تبارك الله ما شاء الله. هنايا كان معنا الفريق ديال اللي كان حاضر معنا، الفريق ديال هو ديال العماري ترونس، هما راه جابوا لينا، راه تشوفوا الفيديوهات. انا دابا هما وقت الغدا، دابا مشيت انا كنصيفط لكم هذوك الفيديوهات، جيت لقيت الدنيا صافي بحال ما كاين حتى شي واحد. فيديوهات راه تلقاوهم في انرجي تي في، وتلقاوهم في انرجي. المهم اي حاجه جديده الا وغتلقاوها. هادي شتوها، هادي خوتي تنقيه، كينقيوها الدراري من هنايا وكيلوحوا على هاد الجيه باش ما يخرجش يعود في المختبر. راه شرحت لكم الطريقه ديالو كيفاش. الطريقه خوتي راه هي بدات كتبان، ثلاثه الطرقان كيديو وثلاثه كيجيبو. هنايا داك العقبه ديال بريبري راه هي سلال جديده. كاين عندنا الروم بوان هنايا الاولى، ديروا الماب وتلقاو الولجه. وكاين عندنا المدار، طريق المدار. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم نصوب لكم هادشي في الاستوديو، تشوفوا نشرح لكم مزيان، ندير لكم شي حاجه مزيانه، نمشيو للاستوديو. على ذكر الاستوديو، فان الجريده ديال تيلي اكسبريس ساهمت معنا اخواني اخواتي بالتدريب يوميه وبالاستوديو ديالها، وان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون عندنا تعاون، الله يسر لهم الامور. شكرا لكم بزاف الطاقم التقني والاداري والمسؤولين ديال جريده تيلي اكسبريس الالكترونيه. هنا كان عندنا الفريق ال بي 2 زو، اجي نوريكم جوج الله. هذا راه كنديروا حنا بدون تعليق، ولكن اليوم اكسيبسيونيل. قال لك واخا كداك دير لينا الصوت ديالك اخا يوسف وشرح لينا. هنايا من بعد ما كيدوز لينا هنايا خوتي كاينين البلايص، هنايا راه فاريابل، هذا سي تان زون فاريابل، راه تبعتوه معنا. كاينين هنايا البلايص ايه واصلين حتى 8 مترو، كاينين الجي اللي واصلين فيها 12 مترو، كاينين اللي فيها 5، كاين اللي فيها 2، كاين اللي فيها 1، كاين اللي فيها 9 مترو. داكشي على حساب الارض وشنو درت. هذيك البلاصه اللي ملي داروا فيها فين وقف لينا داك الدريناج فيرتيكال، تما كاينه داروا لينا الدريناج. هنا علاش هاد البلاصه ما داروش فيها، تخدموا لنا غير بالزد اي، وهذيك الجهه اللي ملي جهه لاناب خدموا لينا هذاك الدريناج. هاد الدريناج اخوتي راه هما خدموا به عاوتاني في المارشي، راه المارشي مازال غنمشي نصوروا لكم ديال الخضره كبيره، يجمعوا فيه الخضره ويجمعوا فيه الدجاج وغيجمعوا فيه كاع داك الشيء. نعم اسيدي عليك، راه هو تاهو دابا نصوروا لكم، وغيحيدوا هذا ديال السله، وغيحيدوا ديال، غيولي المارشي ديال الولايه كبير، اكبر مارشي غيجيبوا على لوطوروت. راني صورت لكم منه حلقات، وكنمشيو ليه من 3 شهور 3 شهور، لان تما لاناب كتهود اليوم، تما عندهم لاناب ملي كيدكوها بحال هكا كتهود، كيعاود يدكوها كتعاود تهود، كيدكوها بحال هكا كتعاود تهود، كيدكوها كتعاود تهود. اليوم تما كاينه شي حاجه غريبه، اه كاين تما كاينه شي حاجه غريبه. ولكن مع المغاربه ديالنا ما تخافش على التقنيين والمهندسين المغاربه، هنايا ليكيب اخوتي راه مشاو تهداو روما، الله يستر لهم الامور. مرحبا، الله يستر لكم الامور. دابا هذه وقت الغداء، اللي غيمشي يصلي يصلي، واللي غيمشي يتغدى يتغدى، واللي غادي يمشي يريق الامورات ديالو، الله يفتح عليه باب الخير والتيسير. اجي نوريكم اخوتي صافي، هنايا راه صافي الله على مشارف الانتهاء. باقي لهم هنايا تقريبا واحد 3 ولا 4 الاسابيع صافي تكون هذه واجده، تكون واجده. علاش؟ لان خصهم يوجدوا هادي واحد ياك،
والقباج غادي يجي يوجد لنا القنطره جوج ويوجد لنا الطريق من اللي ثلاثه ويجي الهلاوي ويوجد لنا حتى هو القنطره ديالو من اللي هي اربعه. صافي هي المشكل ديال لا سيركيلاسيون، نهضر لكم فرنساويه سيركيلاسيون. صافي راه تريكل وحده وحده قوادين معكم. شو كنت توليو كلكم البيدوزو باقي باقي يجمع في الطروبه. شوف قياسو هنا خوتي، مازال لكم حاجه وحده من بعد ما تشتو معانا الدريناج كيفاش داز فيرتيكال وكيفاش جايين طالعين من هنايا. شو انا راه 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 الله الله. شو هنايا وصلت تقريبا هنايا شي 2 متر من الارض، من هنايا حتى لهنايا تقريبا شي 2 متر. وكاين البلايص اللي واصله فيهم 2 متر على 2 متر اللي كانت هابطه لنا هي 4 متر عندنا هنايا. وكاين بلايص اللي واصلين لهم 6 متر وكاين بلايص اللي واصلين 5 متر. ليسونسيال هي الطريقه ديالك تشارجا وهي لا ناب. مع الشتا بدات كتعمر، شبانت ليكم راهي راه الضايه فينا هي بدات كتعمر وجاب الله زربوا عليها في القبل. ما تعرفش يكون دابا كون جاب الله دابا هنايا كون فضيحه امريكلين عطاو الدق في واحد الوقت اللي كانت الشتا ما كايناش. هما تناو تناو الله يسر لهم الامر. اذا اخواني اخواتي تحيه للفريق جينيرال غوتيغ وتحيه الان جي او الما وتحيه للاطر المهندسين وتحيه للتقنيين المهندسين والمسيرين واي واحد اللي خدام في هذا المشروع ولو بالهاتف. شكرا لكم متابعي الاوفياء، خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك وين مشيت.